السلام عليكم خالتي، معكم السيد جري عبد الحق. انا يا عندي في 2017 راسلت عمي صالح، بو عندي خالي ديسبارا في 84، ما باليش راح ما ولاش، ما عندنا لي حتى خبر حنايا. راسلنا عمي صالح بفضل اخت ما على باليش، انا من تركيا اصلها جزائريه ساجده، ربي يبارك لها في ولادها ان شاء الله. وصلتني عمي صالح ما حكيت معاه انايا، عطيت واحد ريونسيمو هكذايا صغار. عمي صالح لونسا فيديو في اليوتيوب عبر القناة نتاعو ونحيوها بزاف بزاف، ان شاء الله لي زابوني يطلعوا. دعوا الخير. 2017 طلقنا لا فيديو اليامات هادو ما بايش عندها واحد 10 ايام، يطلع عمي صالح فاجئني انا بفيديو في القناة نتاعو. طال دخل عمي صالح يحوس عليا، عيط له في التليفون واش عمي صالح، قال لي لقيت لك خالد. حنا العائلة تفاجئت، لا جوز كدا جداتي لقات وليدها تعرف. بون اليوم حبيت نجي نشكر عمي صالح بارك الله فيه، وربي يعيش وربي يكثر من نتالو، وحيينا ناس الغربه ديجا كومبل ديالك معك خويا عبد الحق. كيف كانت اللحظات هذيك بعد يعني كي سمعتوا الخبر على اخوكم؟ باه عمي صالح انا خطرة الاولى ما امنش، ومن بعد كي شفت سيحوس عمي صالح عليا بدات صاي، قلت هو بون. قلنا العجوز حنايا بيان سور، جات العجوز، قلت العجوز ريحي منا، وريت لها واحد لافوطو اللي بعثها لي عمي صالح، شافتها قالت لي هذا خويا وراه خدا من الناس فاش. الحمد لله هذا معك. حضرتهم بعد كيف تطورت العلاقات؟ بون حنا نحكيو درك بيا، المهم كاين امور ان شاء الله يريقلوها. بارك الله فيك، دعونا معكم اخويا ان شاء الله. ربي يعيشك عمي صالح، سلام.